الأجواء باردة جدا جدا جدا، كان تأثير للكتلة الهوائية الباردة اللي ذات أصول قطبية. حاليا بدنا نتعرف على طبيعة يسعد صباحك وصباح الخير لجميع الأخوة المتابعين. صباحك بكل الخير. هل فعليا انتهى تأثير الكتلة القطبية الباردة على البلاد؟ وكيف رح تبدو الأجواء خلال هذا الأسبوع والفترة المقبلة مع بداية هذا الشهر؟ صحيح، الكتلة الهوائية الباردة والمنخفض الجوي الذي ترافق معها خلال الأسبوع الماضي انتهت مع مساء يوم الجمعة بشكل كلي. بدأنا بارتفاع أو مرحلة بارتفاع على درجات الحرارة بدءا من يوم أمس السبت، وعودة الأجواء المستقرة بشكل تام، وغالبا يعني ستستمر هذه الأجواء المستقرة والارتفاعات التدريجية أن تواصل على درجات الحرارة حتى يوم الثلاثاء على الأقل. حتى نهاية الأسبوع ممكن يكون في عنا بعض الانخفاض في درجات الحرارة ما بين الأربعاء والخميس، ولكن ليس انخفاضا كبيرا على درجات الحرارة كما حصل خلال الأسبوع الماضي. وأيضا يبدو حسب آخر مؤشرات الحرارة الجوية لا يترافق بهطولات مطرية واسعة، ربما بعض الأمطار الخفيفة المحلية بنطاقات يعني جغرافية محدودة، ولكن ربما يكون العنوان الرئيسي لهذا الأسبوع بالكامل هو غياب الفعالية الجوية الماطرة. إن كان في هناك يعني بإذن رب العالمين كان في هناك هطولات يعني ممكن تكون متفرقة أو نادرة أو على يعني أماكن محدودة، هل رح يكون ما بعد يوم الثلاثاء؟ ممكن خلال يوم الأربعاء، يعني هذه مؤشرات صراحة تتجاوز أكثر من 30 أو 40% كاحتمالية لهطول الأمطار، وقلنا أن في مناطق محدودة جدا مع شكل أمطار خفيفة. يعني يبدو أنه هذا الأسبوع راح يكون خالي من وجود المنخفضات الجوية أو حتى حالات الأمطار بمختلف أنواعها. يبدو أنه سيتميز بأنه عكسي من الأسبوع الماضي، وبالإضافة لأنه راح يكون بالغالب مستقر وبالغالب في عنا دفء نسبي على الأجواء خاصة خلال ساعات النهار. على بالليل الموضوع منفصل، أكيد الأجواء راح تظلها باردة، لكن بساعات النهار خاصة ساعات الظهر يعني راح نشعر نوعا ما بالدفء النسبي، يعني درجات الحرارة ممكن تتراوح ما بين 17 إلى 20 درجة مئوية في معظم المناطق. حتى يعني هذه اللحظة لا يوجد بوادر يعني لوجود حالات جوية، رغم أن اليوم زي ما احنا أكيد بنعرف بداية ديسمبر بداية كانون أول، وهو يعني اليوم الأول من فصل الشتاء كتصنيف أرصادي، ما بنحكي عن الناحية الفلكية، يعني فلكيا يبدأ الشتاء في 22 من هذا الشهر، ولكن كتصنيف أرصادي الأول من ديسمبر هو بداية فصل الشتاء. ولكن يبدو أن الأسبوع وربما الثلث الأول من ديسمبر سيكون خالي من الأمطار على عكس ما هو منتظر ومتوقع من شهر ديسمبر. إن شاء الله يا رب كل الخير. ذكرت نقطة مهمة إنه في ساعات النهار رح تكون الأجواء نوعا ما دافئة، ولكن على خلاف ساعات الليل، فعليا ساعات الليل والمساء وأيضا الساعات الأولى من فجر كل يوم تكون الأجواء باردة ودرجات الحرارة باردة جدا، هل هي ضمن معدلها السنوي الطبيعي العام ليث؟ كدرجات حرارة نهارية لا، راح تكون أعلى من المعدلات خاصة خلال الأيام المقبلة. ما بدنا ننسى كمان مرة إنه إحنا بلشنا بشهر 12، وبالتالي يفترض إنه معدل درجات الحرارة ينخفض، لكن هي غالبا خلال الأيام القادمة راح تكون ما بين حول إلى أعلى من المعدلات، لكن ليلا هي ضمن المعدلات تستمر باردة. يعني راح نلاحظ إنه في تفاوت كبير ما بين الأجواء خلال ساعات النهار وساعات الليل. ممكن أنه قداش نلاحظ أنه بساعات النهار في عنا يعني دفء في الأجواء، مجرد أنه ما غابت الشمس ودخولنا بساعات المساء والليل راح نلاحظ الاختلاف اللافت، وهذا بخلينا أنه شوي ممكن نخفف ملابس خلال ساعات النهار ونرجع نثقلها خلال ساعات الليل، وهذا الإشي يلي بيؤدي إلى انتشار الأمراض الموسمية زي الرشح والفلونزا. صحيح، وهذا ما عشناه بالضبط يوم أمس، كانت الأجواء دافئة نسبيا نوعا ما في طول كرم، ولكن ما أن بدأ دخول المساء إلا وأنه عادت درجات الحرارة إلى البرودة بشكل لافت، وهذا فعليا يعني إحنا بنتمنى أنكم دائما تكونوا محافظين على صحتكم، معكم جاكيت احتياط يا جماعة. بس بدنا نحكي عن للأسف لمحبين الشتاء الثلث الأول من ديسمبر، يعني مبدئيا يخلو من أي حالات مطرية؟
للأسف يعني على الأقل حتى نهاية هذا الأسبوع، على الأقل الأسبوع الأول من ديسمبر ما في عندنا حالات جوية مطرية هامة متوقعة، مع عدد تذبذبات في درجة الحرارة زي ما حكينا أنه حتى يوم الثلاثاء في عندنا ارتفاع، ممكن الأربعاء والخميس يصير في شوية تراجع على درجات الحرارة، لكن ما بنحكي عن منخفض جوي أو حالة مطرية جوية لافتة أو واضحة، وهذا الحال ممكن يستمر حتى نهاية الثلث الأول يعني حتى العاشر من هذا الشهر إن شاء الله. يعني لا قدام خلال الأسابيع القادمة مع دخول فصل الشتاء فعليا تكون الأنظمة الجوية صارت أفضل وتحسنت، ونشوف الحالات الجوية الماطرة بشكل أحسن مما هي عليه هذه الأيام إن شاء الله. إن شاء الله يا رب العالمين. كل الشكر لك الراصد الجوي ليث العلامي، كنت معنا في برنامج طلة فجر أولى محطاتنا لليوم للإطلاع على الحالة الجوية كيف رح تبدو لهذا الأسبوع، وكيف ممكن يعني مع بداية إحنا بلشنا ندخل بالكوانين يا جماعة، وإحنا حاليا بكانون الأول، فمن الطبيعي إنه نشهد درجات حرارة يعني منخفضة حتى خلال ساعات النهار، وأيضا منخفضات جوية عميقة، ولكن الأحوال للثلث الأول وحتى نهاية هذا الأسبوع رح تكون درجات حرارة مرتفعة نوعا ما عن معدلها الطبيعي أو أعلى بقليل من المعدل الطبيعي. فاللي بده يستغل إذا عنده شوية حرمات ما غسلهم أو ما لحق يغسلهم يغسلوهم واستغلوا هذا أو هاي الأجواء للتشميس، فيسعد صباحكم الجميع. رح نروح لفاصل.